معنا اتصال صالح من الأحساء. نعم. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. لو سمحت بسألك عن مسألة. واحد سرق يعني وهو صغير، فالحين كبر يعني وهو يتذكرها، يعني هل عليه شيء ولا كذا؟ طيب، شكرا يا صالح. نعم، يجب عليه رد المال إلى من سرقه منه أو إلى وارثه إن كان ميتا، أو طلب المسامحة منهم، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة فقط، وإنما مع التوبة رد المظلمة إلى صاحبها إلا أن يسمح عنها. نعم.